السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعو ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو الله تعالى أن تكونوا في سعادة وفي صحة وعافية، وتقبل الله منكم الصيام والقيام، وبارك لكم في إفطاركم. اليوم إن شاء الله سنتحدث فيما يتعلق بهذه الحلقات الدينية، والتي جعلناها تحت عنوان كما تعلمون الصيام جنة. سيكون موضوع حديثنا اليوم في شروط العبادة، تعلق بشروط العبادة وما يشمل هذا العنوان. وقمنا بتقسيم هذه الشروط إلى عناصر ثلاثة، هي الإخلاص والموافقة، موافقة أعمال العبد أو عبادة العبد لما شرعه الله تعالى، وكذلك شمول العبادة. والمعلوم في الشرع أن العبادة لا تتحقق أساسا إلا بعدة شروط، خاصة منها شرطان أساسيان، هما الإخلاص لله تعالى في العبادة، وكذلك يجب أن تكون عبادة المسلم من أقوال وأفعال ومعاملة وغيرها تكون مطابقة لشرع الله تعالى. نبدأ بالعنصر الأول المتعلق بالإخلاص في العبادة، وسيبسطه لكم الشيخ الشاذلي العزعوزي. لكن قبل ذلك أريد أن أرحب بالشيخين، الشيخ رضا الخلادي، مرحبا بك. مرحبا بك سخيفة، بارك الله فيك. مرحبا بكل من يستمع إلى الحياة فهم. إن شاء الله نوفق في هذه الحلقة وننفع الناس بإذن الله. آمين. الشيخ الشاذلي العزعوزي، مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا سخيفة، مرحبا الأخوة المستمعين. إن شاء الله ربي يتقبل صيامكم وقيامكم ويجعلوا في ميزان حسناتكم. الشيخ الشاذلي، قلنا الإخلاص ركن أساسي في العبادة لابد منه، فلو تبسط للمستمعين مفهوم الإخلاص في العبادة حتى تتقبل من الله تعالى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخلاص العمل إلى الله جل وعلا من أعظم العبادات، وهو من أعظم أصول هذا الدين، هو مسك القلوب وفواحها، هو عماد الدين، هو تقريبا مدار الفلاح ومدار النجاح ومدار الفوز. إذا رأينا القرآن الكريم وبحثنا فيه، هناك آية تقريبا كلنا نحفظها، هي تلخص هذا الدين كله. يقول رب العزة جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى أن يخلص الإنسان لله؟ معنى أن يخلص الإنسان لله، الآية هذه تبسطنا وتبين لنا الله سبحانه وتعالى كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. إيش معنى أن الإنسان يخلص في عبادته؟ لا أكثر من ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لشكون؟
واضحة. إذا حياتك كلها أيها المسلم لابد أن تدور في مدار واحد هي الإخلاص لله. هذا نعرفوه الإخلاص شنو معناه. سيد سابق في كتابه إسلامنا عرف الإخلاص أن يقصد الإنسان بقوله أو عمله وجه الله وابتغاء مرضاته من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو لقب أو مظهر. العمل لا يعتد به ولا يعتبر خيرا إلا إذا كان عن نية طيبة خالصة لوجه الله فهو الغاية والمثل. آه. نحاول نفسر أكثر. الإخلاص هو فك النية متاعك، يعني العمل اللي باش تقوم به والقول اللي باش تعمله والعمل اللي باش تمتنع عليه. الحصة السابقة تحدثنا مع سيريضا على الترك، أن يترك الإنسان العمل لويش، عمل تقوم به، قول تقوم به، عمل آخر تترك لشنو؟ لوجه الله أولا، طمعا في مرضاته ثانيا، خوفا من عقوبته ثالثا، وهنا أن يكون الإنسان يخاف من الوقوع في المحظورات والممنوعات. هذا هو الإخلاص، تكون حياتك كلها تدور في دائرة واحدة هي أن يخلص الإنسان لله جل وعلا. يعني طاعتك لشكون؟ للمولى جل وعلا. أنا لشكون نصلي؟ احنا توا واحنا في شهر الصيام هنا نقوم بعديد العبادات وأهمها عبادة الصيام. عبادة الصيام هذه لعلها سخريفة أجل عبادة تتجلى فيها وأعلى عبادة يظهر فيها الإخلاص. نوضح أكثر، حتى واحد فينا ما ينجم حد يمنع أنه يدخل يأكل ويشرب ثم يتظاهر أمام الناس أنه صائم، بل لعل الواحد منا يمكن أن يجهد نفسه، ممكن يكون تعب مع خدمته ومع ذلك يمتنع، يمتنع باش يأكل وباش يشرب. شنو الغاية متاعه؟ الغاية غاية واحدة، هي أن ينال مرضات الله سبحانه وتعالى. ما نجمش أنا نطلع في نهار رمضان شكون صايم ولا شكون فاطر، خاطر ينجم أي إنسان يتجرأ على حدود الله ويكون فاطر والعياذ بالله. لكنك أنت صايم يا أخوي المسلم، أراك لهنا طامع في مرضات المولى سبحانه وتعالى، وخايف أنك لو كان قمت بالمحرم ذاك خايف من العقوبة الإلهية. هذا على المستوى الأفعال، أي مستوى الأقوال في الصوم الشيء اللي تسمح في الصوم. فما حديث القدسي المشهور لما يقول المولى يعني تعالى ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يقول الصوم لي وأنا أجزي به لعلمه سبحانه وتعالى بإخلاص النية من العبد. بالضبط، الصوم لي وأنا أجزي به. عليش الله مطلع على ما سيفعله الصائم من إخلاص في صيامه، سواء على مستوى المفطرات هذاك انتهك صومه أو على مستوى آخر، يعني مما هو يعني علاقة أخذناها الحصة الأخرى اللي هي العلاقة التعاملية. بارك الله فيك سي الشهيد اللي تفضل. يعني انا مع الشكر له وخيال كالعاده احنا كعادتنا احنا فضل. احنا نتفاعل مع بعض. فضل. طيب اذا كان العمل ولا الفعل ولا حسب التعريفات اللي شفناها، اذا كان لي غايه دنيوي، منصب، جاه، لقب، حاج باش يقال حاج، تصدق ليقال كريم، هل هذا العمل مقبول؟ هذا العمل فيه رياء وهو مردود على صاحبه، بل أكثر من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المؤمن فيه أن أول ثلاثة تسعر بهم النار. فضل سيدي ضاعتنا نص الحديث ما يسالش خيال. أول ثلاثة تسعر بهم النار رجل استشهد، يعني جاهد وقاتل واستشهد، فلما كان يوم القيامة جاء العرض على الديان فقال يا ربي أنا جاهدت وقاتلت وقتلت فيك، فقال الله سبحانه وتعالى لا، جاهدت وقاتلت ليقال شجاع، وقد قيل خذوه فأخذوه فسحب على وجهه إلى النار. الثاني رجل
تعلم العلم وعلمه وجاء في يوم القيامة فقال يا ربي تعلمت وعلمت وجاهدت فيك يعني تعلمت فيك العلم وعلمت الناس لأجلك، فقال الله لا، تعلمت وعلمت ليقال عالم، فقد قيل خذوه فسحب على وجهه إلى النار. الثالث رجل تصدق بصدقة، هذا هو مكلفة، فقال يعني أنا يا ربي تصدقت فيك وفعلت كذا من البر ومن كذا كذا كذا، فقال له الله سبحانه وتعالى لا، وهو أعلم هنا، أعلم، قال تصدقت ليقال كريم، وقد قيل خذوه فسحب على وجهه إلى النار. لطف، ما فماش إخلاص بالضبط، ما فما هذا يعني شنو أقصد به سرداء، أقصد به رياء، المقصود به المفاخرة، والعياذ بالله، المقصود به أنه الإنسان هذا عمل العمل هذا ليقال كريم، ليقال إنه معطاء، إنه حاج. يا أنا يقول لك أنا راني حاجيت خمسة حاجات وعملت أربع عمرات ما تعيط لي إلا يا حاج فلان، وإلا أنا قصدت. وذلك علاش الإخلاص، احنا في حصة سابقة قسمنا العبادات إلى عبادة القلب، العبادات القلبية. الإخلاص هو خول النية، يعني لهنا أنك وين نيتك، نيتي أنا باش نقول نتصدق باش نقصد كذا، وإلا أنا نحج باش يقال حاجة. بقيت مسألة هامة في مسألة التارك السريضة، يعني الامتناع عن القيام بالفعل، أي محرم من المحرمات علاش أنا نمتنع عليه؟ هذه نقطة أساسية. اجتنابه، علاش تجتنبه؟ هو أصل اجتناب وعبادة، عبادة علاش؟ اجتناب وعبادة باهي، كما قلت لماذا الاجتناب؟ بالضبط، هذه نقطة أساسية. فما معاني كبيرة، المعنى الأول هو يجب يكون فما معنى اجتناب امتثالا لأمر الله، طاعة وخوف، طاعة من الله سبحانه وتعالى. الثاني إذا كانت تحب تدخل، إذا مش تدخل حالات أخرى نفسية أو صحية أو اجتماعية لا مانع، إذا كانت هي كيف مش تحطها أنت في المرتبة الأولى سريضة؟ اللول هو الإخلاص لله، إخلاص يعني اجتناب. خوف من الله وطمعا في مرضاته وخوفا من عقوبته، هو تعريف العبادة الأخذينها بالضبط، أخذينها في حصة السابقة. كنقول لك أنا المعصية الفلانية، وهذه كثير من الناس بعض الأخطاء يوقفها، أنا سريضة المعصية الفلانية ما نقومش بها على خاطر الطبيب منعني، هذه نقطة، أنا ما نقومش بها سريضة على خاطر كبرنا، أنا ما نقومش بها خاطر المرأة ما تحبش، هل العمل هذا فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى؟ هذا انت أي بالضبط كذا، الحاجة هذيك يعني الحاجة الفلانية مضرة بي أنا ما نشوفش الخطر، هل عملش كذا؟ المقصد الأول نفس الشيء، إذا كان امتنع عن الفعل عجزا، شو معناه؟ يعني إنسان من الجمش يقوم بعملية السرقة لأن هناك كاميرات مراقبة، هل هذا العمل فيه إخلاص؟ أبدا. الإخلاص أن تستحضر دائما أن لك ملكان يسجلان لك حسناتك وسيئاتك، وهذا هو مبدأ الطاعة، وأن يكون العمل خالصا لله. شادي إذا كان تسمح ندخل معاكم سيارة، تفضل سي خليفة. ذكرتني في أن الإنسان إذا ترك سيئة أو محرما كالسارق مثلا الذي ترك السرقة أو تراجع عن السرقة خوفا من أن يتفطن إليه صاحب المسروق، أو أن يقع كشفه عن طريق الكاميرات إلى غير ذلك، والشخص الذي يترك المعصية خوفا من الله تعالى، فما فرق كبير. نعم، هذه فيها حديث، اللي حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، أراد يعني هم بها ارتسمت في ذهني في قلبي، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، ملائكة، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. انظر، ترك المعصية من أجل الله تعالى يكتب للعبد به أجر،
فاكتبوها. وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، وما عملهاش بمجرد النية يؤجر على النية. فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. فهذا الأمر فيه خير، انظر الخير للمسلم. أكيد يؤجر على الفعل ويؤجر على الترك من أجل الله تعالى. احنا عندنا في الدنيا كان تسمح عندنا قانون المرور مثلا، فإذا كان الإنسان احترم قانون المرور مثلا، وجد خط متواصل فلم يتجاوزه، عملش المجاوزة، وقف عند علامات الوقوف، احترم مواطن الوقوف وغير ذلك، فما هناكش، ليس هناك مش عقوب، مش يعطيه، لا هذا ترك، مش يعطيك جزيز، ما عملش حاجات معناها مخاطر، ما هوش مش يعطيه جائزة. بينما انظر كرم الله سبحانه وتعالى الذي خلق العباد، إذا التزم بالشرع يجازى، والله إذا التزم المؤمن بشرع الله تعالى فله من الأجر والخير ما لا يحصى. سمحني شيخ الشيخ، لا مهما حتى يسكن إضافتك ربي يبارك فيك. بقات كل واحد فينا اللي كان يحب يخلص يعرض نفسه على المرآة، زعما أنا العبادة هذه مخلص فيها ولا لا، حياتي ذيك هي حياتي ومناسكي مخلص فيهم ولا لا. أولا أن يبتغي المؤمن وجه الله جل وعلا، طمعا في مرضاته وخوفا من عقوبته، هذا هو النقطة الأولى. يقول رب العزة وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، يعني أنا ما نطلبش المديح، نعم أنا ما نطلبش المديح من فلان ولا فلتان، أنا أريد الأجر من رب العالمين. ثانيا أن يكون عمل سري عنده أفضل من العالمين، وهذا يعنيش إحنا بعض العبادات السرية تكون أفضل من العبادات الجهرية. يعني ما مش معنى هذا أن الإنسان يصلي المغرب ويصلي العشاء في الدار، لا، لكن النوافل ماذا به يكون مخفي كالتهجد مثلا، مثلا أنا نحب نتهجد، صيام النافلة حتى واحد ما يعرف أني الاثنين والخميس في الليل الفلاني صايم، الصدقة كي تكون الصدقة مخفية. النقطة الثالثة أن يسيء الإنسان ظن بنفسه ويتهمها دائما بالتقصير، ما يقولش أنا عطيت، أنا حجيت، أنا صليت، فما شكون خير منك، كلما اتهمت نفسك إلا كنت مجتهدا في العبادة. بقات نقطة نحب نأكد عليها، أراه الإخلاص هو عمل قلبي لا يظهر على الناس إلا إذا أظهره صاحبه. وخياني من التهموش بعضنا، عنا جملة خايبة برشة دي من قلوة، قولك فلان اللي نعرف على سيمشي ولا شي، وهذه مش صحيحة. نضرب على ذلك مثال، مثلا سي خليفة انت ولا سي رضا في الجامعة، انت حرضت الناس على الصدقة باش يتجهز في الجامعة على غير ذلك، حتى واحد ما تبرع، فز فلان الفلاني هو اول واحد وقدام الناس اعطى التبرع الاول وقدامهم، نعم نأكد على قدامهم. أغلبية الناس مش يقولوا كذا، مش بشير تسم في أذهانه، مش يقول لك رأوه ذي مرائي قدام الناس إذا عرفوا صحيح أصل إذا، لكن هو ثم مقصد هام بينته الآية الكريمة إن تبدو الصدقات الوائع عليش معناها، يعني عم هي يعني السيد ذي قصد وقت اللي هو خرج المبلغ الأساسي المبلغ الأول هو التشجيع لعباد باش ينفقوا. هذه أهم النقاط اللي تتعلق بالإخلاص، ثمراته كبيرة برشا، رأى ثمرات الإخلاص أنه السعادة في الدارين هي أهم نقطة. أهم نقطة أنه يمدحك العباد وقت تكون أنت مخلص السنظاء في تجارتك في عملك كذا، لك مش أنت بعثت مش أنت جريت عليه، لكن كي مدحوك الناس، والله فلان فلاني التاجر فلان فلاني يا ربي يبارك له في ميزان، والله فلان فلاني في الخدمة نتاعه ولا كذا. نقطة أخيرا، أحد العلماء المعاصرين يقول أكبر عدو للإخلاص هو شيطانك، يبدأ ديما يوسوس لك باش يدخلك من جانب الرياء. وأعطاه مثال رائع جدا، يقولك في صلاة النافلة سريضا، يقولك أنت داخل يجي يرتسم لك مباشرة، أنت تصلي في النافلة في الجامعة، يقولك الشيطان يقولك أنت باك تصلي فيها في الدار، تصلي فيها خفيفة هنا باش طولها، شوف هنا منين يدخل الشيطان،
يقول العالم هذا يقول لك الافضل باش هنا انت تعكس الشيطان نتاعك. اي مسج انا صليت في الدار ركعتين نصليهم في 3 ولا 4 دقائق، في الجامعه باش يقول لك انت باش تصليهم في 4 ولا 5 دقائق راك هنا باش تتفاخر. شو اللي يعمل الانسان؟ شو اللي يخف فيهم هكا ولا لا؟ لا عكس الشيطان، لانك انت قاصد مرضات الله وراي حرب، حرب انسان دائما بينه وبين نفسه حتى لا يظهر ما بطن من عمل قلبي. ما يزمكش انت تكون مرائي او تكون طيب. بارك الله فيك سي شادي. سامحني الشيخ رضا على قول الاخير الشيخ شادي بارك الله فيك ان شاء الله. نذكر الحديث هذايا الذي رواه ابن ماجه وابو عبد الله الحاكم بسند صحيح، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لا شريك له واقام الصلاه واتى الزكاه فارقها والله عنه راض. هل هناك شيء اعظم؟ شهاده كبرى، شهاده الهيه كبرى. نعم، ان يفارق الدنيا والله عنه راض. ان شاء الله ربي يبلغنا مرتبه الاخلاص. بارك فيك سخليف. وديما نحن عندنا اذا كان انسان معناها حب يفكر في حاجه والا حب ينتج فكره في موضوع، اي موضوع كان، كما موضوع الاخلاص توا حب يحل الموقف، حب مثلا من الائمه ولا من الاخيان يعني اللي يجتهدوا في اصلاح الناس. ف اذا عندك النص ارجع للنص. أنا سخليفة قال حديث أكون ناخفه نحن شوية نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآية والحديث قبل رأيك أكيد قبل ما نسمع أراءنا ولا قبل ما نقوله نحن تحاليل سواء لعالم أو إضافات مما يجود به الله سبحانه وتعالى علينا، نرجع للنص شوفوا نحن الحديث وشوفوا الآية اللي أنت يعني أجمل كلام وأعلى كلام بديت به في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أساس العبادة، أساس الحياة من كلها، من كليات الدين، من كليات العقيدة، من كليات الشريعة، سواء على مستوى أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سواء على مستوى العقيدة أو على مستوى الشريعة. زوج هذه تمشي في الاثنين، في العقيدة وفي الشريعة. ثم لما نحوصل هكا ولو بإيجاز نقولوا نحن سبحان الله، معناها اولا نزلنا اي كيفاش نحن ندخلوا للمسلم، كيفاش معناها يحس روحه اللي هو بحول الله وباذن الله في وضعيه اخلاصه، هو في اخلاص مع الله سبحانه وتعالى. نعم. لما يستشعر بحلاوه الايمان، حلاوه العباده، لذه العباده، ويشعر روحه لما يكون في سجود وتاخذه قشعريره العباده هذيك، هو يعني سواء في بكاء والا في وقت يحس بهذيك السمحة حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، وقتها يطول لأنه هو في إخلاص بإذن الله. صحيح. يطول وقتها في ربي يفتح عليه هذاك بالدعاء هذاك، وربي يفتح عليه بك اللحظات وكل حتى دقائق قد تطول دقائق. نعم. فيطول فيها ويستجدي من الله الرحمات. ثم لما يعني كما قال سيد المثال لما هو في صلاة يقول يعني مقارنات وشيطان يوسوس وكذا، يعكس يعكس شيطان ديما. وإذا فكرت في حاجة سيئة وربما صور خايبة وربما فكرة خايبة أرجع بسرعة، استغفر، أرجع بسرعة. كيفاش أرجع بسرعة؟ استحضر ربي سبحانه، نرجع بسرعة أني نفكر في الآيات اللي أنا نقرأ فيها. لما أنا في صلاة إياك نعبد وإياك نستعين شنو معناها؟ لما أنا خذيت سورة من السور وألا آيات من الآيات شنو معناها وشنو دلالاتها؟ لما أنا في ركوع بعد ركعتي شنو معنى الركوع؟ أنا أركع لشكون؟ فلما تكون حاضر بذهنك في العبادة بإذن الله الشيطان والوسوسة هذيك الكل تبعد. أخيرا نقول يعني أنا في الكلمة هذه في الإخلاص، نعم الله سبحانه وتعالى ورحمة ربي سبحانه وتعالى كيفاش تتنزل على المخلصين. لما الحديث اللي قلته لنا سخليفة قلته لنا بكري تاع أن المسيء، تاع أن المسيء، المسيء اللي هو معناها من هم بسيئة لم تكتب عليه وإن فعلها كتبت سيئة واحدة، رحمة ربي سبحانه، عطاء ربي سبحانه وتعالى. نستحضر المعنى هذا أن الله يحب عباده، لما يهم بحسنة لم يفعله تكتب له الحسنة، أكيد تكتب له الحسنة، ثم إن فعلها هذا كان يعني الفيض الرباني مش يجي وقتها،
مش يجي معناها درجة الإخلاص إلى درجة يعني العلو إلى درجة يعني التعظيم المولى سبحانه وتعالى في أعلى يعني صور التعظيم وأعلى صور الإجلال لله سبحانه وتعالى. وقتها يعني تكون الأجر مضاعف ومضاعف حسب الجهد، وديما نقول الجهد راو محدود أمام رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله تتنزل للمخلصين أو على المخلصين بجوده وكرمه ورحمته والرحمن الرحيم. عقب كل صلاة عنا دعوة ممتازة جدا، ربي يتقبل إن شاء الله. ربي يتقبل، إيش معنى ربي يتقبل؟ نقولوها هذه، تقبل الله صلاتكم وصيامكم، شنو معناها؟ يعني إنا نتمنى أن المولى سبحانه وتعالى يتقبلها ولا يردها. علاش باش تقبلها؟ أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فاس خليفة بارك الله فيك الشيخ الشادلي. تقريب توعنا فاصل إن شاء الله، فسنعود إلى الإخوة المستمعين بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إلى برنامج الصيام جنة، وحصة اليوم خلينا فيها شروط العبادة. الشرط الأول خذاه في التحليل سخليف سي شادلي هو الإخلاص. الشرط الثاني مش ياخذ سخليفة بالتحليل ثم يعني نعمل معاه يعني المداخلات الموجزة للتوضيح، اللي هي الموافقة للشرع. شرط من شروط العبادة الحقيقية اللي هو المتابعة يعني المتابعة، تعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته، أي ما يكون عبادة موافقة للشرع. تفضل سي خليفة بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ رضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كن السلام وبركاته. صحيح الشيخ رضا والشيخ شادلي أن المسلم الذي يسعى ويبحث عن رضوان الله تعالى في حياته بأعماله وبعبادة ربه التي توصله إلى ذلك، يؤدي ما فرضه الله تعالى عليه من الفرائض والواجبات، وبطبيعة الحال مع هذا يكثر من النوافل وأعمال التطوع التي تقربه إلى الله تعالى. وأهم شيء في ذلك يبتغيه المسلم بأعماله وبالعبادة التي يقوم بها إلى الله تعالى هو أن يتقبل الله تعالى منه ذلك. ومن شروط قبول هذه الأعمال بطبيعة الحال أن تكون أعماله موافقة لشرع الله تعالى. فلا يبتدع من عنده أشياء قد تخالف الشرع، فإذا فعل ذلك قد لا تقبل أعماله. والذي يعبد الله بطبيعة الحال هذه الأعمال هو التي يتعبد بها إلى الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته كيف يمكن للمسلم أن يعبد ربه، وفي قوله يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بطبيعة الحال هذا الذي يجب أن يكون. يقول ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث الذي ذكرته: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول ابن رجب: هذا الحديث هو أصل عظيم من أصول الإسلام، أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. كما أن حديث ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله تعالى ورسوله فهو مردود على عامله. وبطبيعة الحال هذا جعل الله الإخلاص والمتابعة، بطبيعة الحال هذا العمل يكون إذن خاص بالأعمال الظاهرة. وابن القيم رحمه الله يقول: جعل الله الإخلاص والمتابعة
شيئا لقبول الأعمى، فإذا فقد لم تقبل الأعمى. وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المسلمون في أعمالهم، لابد أن يزن عمله باطنا وظاهرا، ولابد أن يكون هذا العمل الذي سيقوم به والذي يتقرب به إلى الله تعالى ويبتغي به الأجر أن يوافق لشرع الله تعالى. والموافقة للشرع قد ربما تثقل أو تثقل على بعض الناس، ما تحدثه نفسه أو ما يراه هو ربما يرى أن ذلك خير له إذا اختار رأيه، ويكون مخالفا لشرع الله تعالى. وقد يكره الإنسان شيئا فرضه الله تعالى عليه أو أمره به، ولكن الخير الكثير في ذلك، ويحب شيئا وربما فيه ضرره وقد نهاه الله تعالى عنه، كما جاء في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم والبيهقي عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا يدل على أن الشرع محدد ومعروف وبين، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك حتى تكون أعماله مطابقة لشرع الله تعالى، وحتى وبذلك يزنها مع ما جاء في الشرع. وفي دين الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أكمل فيه كل شيء، لا يحتاج الإنسان أن يزيد من عنده أو أن يختار شيئا آخر إلى غير ذلك. ويكفي قول الله تعالى فيما جاء، وهذه الآية من آخر ما نزل من كتاب الله تعالى: وكان يوم جمعة وفي عرفات إلى غير ذلك، حين قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا إذن أصل الموافقة للشرع. هذا الحديث بطبيعة الحال كما ذكرنا فيه خير كثير، وفيه توجيه للمسلمين ليعبدوا ربهم. شيخ بارك الله فيك، ونحن مش نتفاعل مع بعضنا. تفضل شيخ. بارك الله فيك. في الموافقة للشرع، أنت ختمت الحديث متاعك وما زلت ستضيف بإذن الله في الآية الشريفة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي من آخر ما نزل، مش آخر ما نزل. طيب، سبحان الله، يعني الحديث عن موافقة الشرع يأخذنا إلى الاتباع والابتداع. بالضبط، الاتباع والابتداع. الاتباع هو الموافقة للشرع. الاتباع ما كان يعني اتباعا لسنة رسول الله، ما كان اتباعا لما جاء في القرآن والسنة فهو اتباع، ما كان ابتداعا وإنتاجا شخصية. عقليا شخصيا للآراء فهذا ابتداع. بطبيعة الحال يعني المبتدع لما يأتي بمسألة معناها ليست من الدين أو يراها هو تقارب أو تماثل أو المقصد متاعها فيه صلاح وفيه كذا ويضيفها أو يعني يعلمها للناس ويدعو لها، كأنه معناها يخون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يأتي يتجرأ على خيانة رسول الله، كأنه لم يأتي بشرع كامل، كأنه يعني فما شكون مش يكمل هذا الشخص هذا جاء في حين أن الدين كامل. أنا توا مش نعطي أمثلة باش نفهم شنو معنى الابتداع وشنو يسبب الابتداع. أولا الابتداع يسبب كثير من المآسي في الأمة، يسبب الاختلاف، يسبب الفرقة، يسبب كثرة الفرق. ونحن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقول يعني اختلفت اليهود إلى 71 فرقة،
واختلفت النصارى إلى 72 فرقة، وتختلف أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة هي الناجية، الناجية الوحيدة. لهنا لما نرجع إلى الفرق الكلامية في 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 المذاهب، في مش المذاهب، في 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 الفرق، في الفرق العقدية، نعم، نلقاو يعني شيء مهول من الابتداع، شيء كبير يعني من الابتداع. ناخذ مثال المعتزلة مثلا، ابتدعت فكرة خلق القرآن. فكرة خلق القرآن هذه هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من 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 آرائهم. نعرف المعتزلة كفرقة يعني تعتمد على الرأي وتعتمد العقل وكذا وكذا، فاجتهادا بآرائهم يعني ألزمت الحكام يعني المأموم والمعتصم، ألزم عامة الناس وألزم العلماء إلزاما قصريا بالتعذيب أنه يتبنوا الرأي هذه والفكرة هذه. شكون اللي قام لهم سيريزار؟ السبب بتبع أحمد بن حنبل يعني والإمام الشافعي، وحتى في بلادنا لنا في القيروان الإمام ابن أبي زيد القيرواني هم الذين تصدوا للمسألة هذه. أكيد وتصدوا للرأي. أنا حبيت نقول يعني كمثال الابتداع هذه إيش ينتج في الأمة، إيش يعمل في الأمة. هذه صورة من صور الابتداع اللي هي معناها إنتاج عقلي، إنتاج رأي واجتهاد، اجتهاد يعني أصحاب العقول السفيهة كما قلت يعني وقت اللي هو مش يجيب مش يزيد حاجة في الدين، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شرع الله وهو مش يجيب لنا الإضافة هذه. أكثر ما ناس ابتدعوا في هذا الدين واللي يخوف يعني ابتداعه، واللي نحن كعامة الناس اجتماعيا ردوا بالنا منهم وردوا بالنا من تسريبات هذه الفرق، نلقاه شوية من عرفنا من ابتداعات الصوفية. ونقول ديما صوفية مش من كلهم على ضلال، فيهم الحسن الدين ولا نزكي على الله أحد، فيهم الحسن الخلق، فيهم الحسن العبادة، فيهم الناس الممتازين في العبادة وفي العمل، لكن فيهم الكثير ممن شوه الدين بالابتداع. هذاك علاش نحن تو في الموضوع متاعنا وفي الحصة متاعنا اللي هي عن العبادة، لما نحكيه على الاتباع نحكيه الموافقة الشرع، نردوا بالنا من الابتداع. لما يجي من غير ما يعني نزيد ندخل أكثر في العمق يعني اللي باش مش يكونش فما تشويه لفرقة من الفرق، ولكن لما تجي عقيدة وفاسدة وضالة دخيلة على المجتمع متاعنا، تقول مثلا بي الأولياء وأن من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، يفسروها على كيفهم الأولياء كلم دروشين وإلى سيدي فلان وسيدي فلان، هذا مش هذا من الأولياء. الولي هو العالم التقي النقي الصالح، العلماء هم أولياء الله، مش المدروشين سيدي فلان وسيدي فلان وماشي سيدي فلان باش يعملوا درشنو باش يعملوا. فهذا الاعتقاد اللي فيه يعني ابتداع وفيه شيء من ال كثير مش شيء كثير من الخور والتخلف اللي كان يعني يسود في زمن معين وفي فترة معينة للأمة، اللي الحمد لله الناس وعات وفاقت وبالتدرج خرجت من هذه السفاهات والتفاهات اللي كانت يعني موجودة في الناس، واللي كانت الناس يذبح سيدي فلان، واللي كانت الناس يعني تعتقد في كذا. فهذا من الابتداعات اللي قد يضيع الإخلاص اللي حكيت عليه، وقد يوصل إلى الشرك، إلى الشرك بالله، يذبح سيدي فلان ولا يذبح سيدي فلتان، وصل إلى درجة كلمة قبل ما نشارك كلمة أو نحب نذكر يعني بسرعة يعني أسباب الابتداع هذايا. شنية أسباب الابتداع؟ أول سبب وأكبر سبب هو إذا كان يتكلم في الناس، يكون خطيب مثلا وهو جاهل بشرع الله، يجي مثلا نعطي مثال وهذا قالوه العلماء، يجي إمام خطيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الموضوع، ما يفرقش بين الحديث الصحيح والحسن والموضوع، قال رسول الله في الحديث الموضوع ويعمل هكا ويبدا يسرد في الحديث موضوع. نعم هذا يعني عالم، هذا ليس بعالم، ما عنده حد شيء يمسك من الدين. قال رسول الله في الحديث الموضوع، فمن اكبر اسباب الابتداع هو الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ناس يعني مغرضين واعداء للاسلام وضعوا على رسول الله احاديث مكذوبه، يجي غير العالم اللي ما يعرفش
ما هي الأحاديث ما يتسجلت في كتب يعني سواء يعني صحيحة والحسنة صحيحة معروف أنا معروف الصحيح حتى فما برشا أحاديث أحاديث وموضوعة تسجلت في كتب كتب التاريخ كتب مثلا كما نقولوا المصنوعة في الأحاديث الموضوعة هذا من أشهر هذاك يعني هذاك يخدم الإسلام أكيد أما أنا نحكي على كتب دسوا فيها خاصة كتب التاريخ أحاديث على السير صحيح تلقى فيها أحاديث موضوعة يقول لك أنا أخذته من كتاب فلان وأنا أخذته من كذا يعني هذاك أحاديث موضوع هل نشوف كما قلت أنت الشادي فما كتاب الحديث الموضوع الآلة المصنوعة الحديث الموضوع هذاك كتاب يخرج لك الحديث الموضوع يقول لك رد بالك رأو هذا حديث موضوع انتبه أو نعود إلى الكتب الصحاح البخاري ومسلم والإمام أحمد والإمام الترمذي وابن ماجه وأبو داود ويعني اللي جمعهم السيوطي فيما بعد وهذا علاش الرد بالنا من الذين يدسون على الدين والذين يعني هم جهل بالدين قد يكون ضررهم أكثر على الأمة من الذين يدسون والذين يعني هم يعني يحقدون على صفاء هذه العقيدة وعلى نور الله سبحانه وتعالى الذي لا يعني ينطفئ بارك الله فيك الشيخ رضا أنت أثرت نقطة هامة جدا فيما يتعلق بالأحاديث الموضوعة هذه والتي اعتمدها أناس ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو لتحقيق هذه الغايات أو لبث آرائهم المبتدع المخالفة لشرع الله تعالى منها ذلك الحديث المعروف ويروى ويقوله كثير من الناس وأنا سمعته الكثير حتى من إخواننا اللي يخدموا في الخارج وعندهم أموال وكذا وكذا يقول لك وهو حديث من اللي تقرأ الحديث تفهم اللي هو موضوع تقرأ كما يقال يقول العلماء إذا كان الحديث عمل تافه ويحقق ويقول لك رأو يحقق لك أجر عظيم جدا هذا موضوع أو العكس فيقولوا لقمة تضعها في بطن جائع خير لك من بناء ألف جامع وهذا حديث باين في صيغته وفي غيرها حتى أن بهذا الحديث كثير من الناس يترك الحج ويترك بناء المساجد ويترك كذا ويقوم بهذه الأشياء يقول لك نطعم جائع لا إله إلا الله فالموافقة والموافقة للشرع والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد أنها تحقق صفاء العقيدة والابتداع اللي هو بطبيعة الحال سبب من أسباب يعني اختلاف الأمة وسبب من أسباب يعني كثرة المذاهب اللي هي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة الفرق اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلها ضالة إلا فرقة واحدة إن شاء الله اللهم اجعلنا من الناجين شكونهم الفرقة اللي هي الناجية هي على اللي كانت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي فهذا بطبيعة الحال هو المعتمد مش قول القائل ولهذا كنا نقول نحن حتى كبارات الأئمة يقول لك إذا كان إذا وجدتم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا برأي عرض الحائط ما عادش عنده معنى رأي أبو داود ولا رأي الإمام هذا مشهور الإمام مالك مالك أي ما عادش عنده رأي لا الإمام مالك كل صاحب قول يرد يؤخذ قوله ويرد إلا صاحب هذا القول هو قال الكلمة الإمام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا وسلم وهذا هو يعني موضوعنا اللي هو الاتباع حتى يعني من ذلك هناك بارك الله فيك شيخ رزاع هناك حديث حتى أن هذا الحديث على وجازته واختصاره اعتبره الكثير من العلماء أنه من جوامع الحديث من الجوامع هو الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فإذا استشعر المؤمن أنه يهوى ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث عظيم نافع وجيد جامع لأفراد الشريعة إذن يجب على المسلم حتى يكون عمله إذن متبعا إلى ما جاء به الشرع أن يعرض عمله
على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يكون موافقا لهما بطبيعة الحال، وأن يتخلى عن هواه المخالف لشريعة الله تعالى. ويعمل على العنصر الثالث. نعم. خليفة معش وقت. إن شاء الله. نأخذ العنصر الثالث. إن شاء الله. فيك. إن شاء الله. إذن أخيرا هو أن يعمل المسلم بالأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد الخلق. في العنصر الثالث ما نقصوش، نواصلوا العنصر الثالث. نعم. طيب. مش نواصلوا العنصر الثالث إن شاء اللي هو سخليفة شنو؟ اللي هو يتعلق الشمول بالشمول في العبادة. الشمول في العبادة. بارك الله فيك. أنا مش نأخذ المقدمة متاع التحليل هذا في الشمول وبعد نتفاعلوا مع بعضنا في الشمول في العبادة. أو حقيقة العبادة هو لا إله الله محمد رسول الله. أن من خصائص هذه الشريعة، من خصائص هذه الشريعة هو الشمول. شمول خاصية من خصائص أن هذه الشريعة جاءت شاملة لكل جزئيات الحياة. ما فماش حاجة مش موجودة في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. لابد أن الشرع هذا يشمل كل شيء. وما دام نحن نحكيه على أهم حاجة في هذا الشرع اللي هي العبادة، أهم ما في الشرع هي العبادة. ولما قلنا العبادة ما قلناش لما قلنا ما قلناش العبادة اللي هي الشعائرية، العبادة يعني بأنواعها المختلفة، خلينا التعريف كل ما يرضي الله عبادة. طيب فلما نتحدث على الشمول في العبادة ونقول أن سبحان الله، شوفوا معناها ديننا ما أجمله، معناها ما كانتش العبادة فيها صلاة أكهو خلطوا. نحن وقت نجي نشوفوا بداية الإسلام نلقوا إلا صلاة المسلمين في 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 بداية التشريع، في بداية البعثة، فما كان صلاة أو الفرض ولا هي صلاة، ما فما إلا صلاة، ما عندهم يعبدوا الله إلا بالصلاة فقط. نعم. بعد جاء الصيام، وبعد جاءت الزكاة، وبعد جاء الحج. نعم. هنا نحن بطبيعة الحال قرون بعد رسول الله، أكيد يعني الإنسان المؤمن المسلم اجتمعت عنده من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العبادات أو جميع العبادات، صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا على مستوى الشعائر. فما بالك بالعبادات التعاملية اللي حكينا عليها البارح اللي هي أوسع وأكبر، فهي أكثر شمولا وأكثر يعني واقعية. قلت من خصائص الإسلام لما هو يعني خاصية كبرى اللي هي الشمول، شمل كل جزئيات الحياة، العبادة يعني تحدث على كل جزئيات الحياة، كذلك العموم أن هذه رسالة عامة لكل الناس، كذلك الواقعية أن هذه رسالة يعني جاءت تخاطب الإنسان في واقعه. ومن واقعية الإسلام مش نطول فيها برشا، أن هذا الدين يطالب المسلمين بعبادة محدودة، صلاة 5 صلوات فقط، ما كانت 50 من واقعية هذا الدين سبحان الله، أن تولي 5 فقط من رحمة الله، وتكتب أجرها 50. ثم الزكاة في المال 2.5، حاجة بسيطة ما تقلقش، هذه الواقعية. ما قالناش الدين نعطينا نصف الزكاة نصف مالك، قالك أعطي 2.5. هذا يدل على شنو؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب خلقه ورحيم بخلقه، ويعني رؤوف ويعني يرفق بخلقه، سواء على مستوى العبادة سواء على مستوى العلاقات. في الشمول نحب نعطي أنا مثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمول، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهل نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، يعني سبحان الله، يعني هو ينفق على أهله في الشمول العبادة، هو في العبادة يعني ينفق على أهله فهي له صدقة بإنفاقه على أهله. أكثر من هذا شمول حتى سبحان الله، تحدثنا على العبادة يعني الشعائرية وتحدثنا على العبادة التعاملية، مش نتحدث حتى من العبادة التعاملية، أنك لما تمازح غيرك أنت في عبادة، لأنك تدخل عليه الفرح وتدخل عليه السرور. خلينا نشوف مثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يمازح الصحابة، حتى لين قال لأنس بن مالك، وقالها الصحابي الجليل أنس بن مالك، قال له قال أنس قال يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين يعني يا عندك وذنين يا لي وذني كذا، فهذا فيه مداعبة. أكثر من هذا زاهر، هذا صحابي زاهر اسمه، كان دميم الخلقة،
هو من البادية يجي يعمل تجارة معناها مع في المدينة مع يعني الصحابة، يجيب حاجات من البادية، قد يجيب يعني كما نقولوا نعجات، قد يجيب مش عارف يعني بعض الحبوب إلى غير ذلك. فكان يوم من الأيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شاف زاهر في السوق، وكانوا الناس يعني يجتنبوه ما يحكيوش معاه، وكان هو يحتقر نفسه شوية، خذ كان دميم ودميم جدا. ولكن مثلا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بسرعة مش نكمل. إيش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء الزاهر هذا وعنه احتضنه من الخلف، احتضنه من الخلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا العبد؟ قلت له احتضن النبي صلى الله عليه وسلم زاهر، زاهر حب يفك روحه، شكون اللي شدني هذا؟ لكن لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري مني هذا العبد؟ زاهر يعني لسق ظهره ورزدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرح، فرح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتضنه وعنقه، فرح فرح بالحركة الجميلة من ويا مداعبة مزاح مزاح من رسول الله، وهذا الشمول العبادة الشاملة لكل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشتري هذا مني العبد؟ فقال زاهر: والله يا رسول الله تجدني كاسدا، تجدني كاسدا، ما أنا منسوي شيء هنا. قالوا: لا، ولكنك عند الله رابح، ولكنك عند الله غال، أنت لست بكاسد، أنت غال عند الله. ما أجمل الكلمة هذه لما سمعها زاهر من رسول الله، كيفاش مش يحس، كيفاش مش يشعر؟ أكل الكلام اللي نقولوه نحن كالرفع، نقولوا ارفع له معنوياته، لا لا، أكبر أكبر. نعم، وهذه هي العبادة، العبادة بمعنى الشمول. رأي العبادة مش صلاة وصيام وإلا يعني بر وحج، ولا يعني كما أقول إطعام وإلا والدين وإلا كذا، ولا لا، هي حتى المزاح، حتى المداعبة، حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا المفهوم العام الشامل الكبير للعبادة. إن شاء الله ربي وفقنا فيما ذكرناه يعني في عناصر هذا الموضوع بكله، أكيد يحتاج إلى أكثر من هذا. نحن اجتهدنا والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخ رضا. حقيقة الشمول متاع العبادة يتطلب زاد كذلك برش أشياء في خير كثير. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل. أمين. اللهم أمين. تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. أمين. وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أمين. وجد علينا، إنك أنت الجواد الكريم. وراجع بنا واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام. أمين. وأدخلنا الجنة بسلام. أمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.